مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. سحفطركم عدد جديد من برنامج احنا في رمضان الموسم الثالث على شروق نيوز من السبت الى الخميس مع بدايه هذا الاسبوع. البارح كان راحه، كان فرصه ايضا باش نزيدوا نشوفوا اعمال فنيه في شهر رمضان حتى نتحدث عنها في البرنامج. وكما تعودتوا شركائي في التقديم فيصل ميطاوي. فيصل صحاف طورك، مرحبا بك. صحاف طورك قاعده والاخوه المشاهدين مساء الخير. دين عامر مساء الخير، مرحبا بك. صحاف طورك قاعده، صحاف طورك وصحاف طورك المشاهدين. ولاميا ايت مسعود، مرحبا بك لاميا. مساء الخير قاعده، صحاف طورك ومساء الخير لكل المشاهدين. صحاف طوركم معنا نبيله ايضا ازاي كالعاده. نبيله صحاف طورك، صحاف طورك قاعده وفطور كل المشاهدين، مرحبا بكم. ومرحبا بالضيفه اللي جاتنا اليوم وشرفتنا في البرنامج احنا في رمضان، تشاهدونها وراكم تشوفوها هذه الايام في ادوار، في دور معقد جدا في مسلسل الاختيار الاول الذي تعرضه الشروق العامه، وهو المسلسل الذي يضم عدد كبير من النجوم والفنانين. بكتنا في الحلقه تاع البارح وتاع اللي قدامها واللي قد ايام اللي بدا المسلسل يتبكي فيها، بصح هي زادت في درجه المشاعر في الحلقتين السابقتين بدور أم أيوب، هذا الطفل الذي تعرض إلى سرقة أعضائه وتوفي في المسلسل. فعبر كثيرة في هذه المشاهد، واليوم نستقبل البطلة التي أدت هذا الدور بإخلاص، خلونا نقوله، الممثلة سالي بن ناصر. سالي صح رمضانك، صح فطورك. صح رمضانك خويا، صح فطورك وفطور كل المشاهدين. مقدمة تثلج القلب، يعطيك الصحة. ومازال نشوفوا المشاهد ونحكيوا عليهم بالتفصيل، لأنه وصلتي إلى قمة الأداء في هذا المشهد، يعطيك الصحة. وحنا دائما أنا نحوسوا على مشاهد درامية قوية. أكيد. ورمضان هذه السنة فيه بزاف مشاهد درامية قوية لاميا ولا فيصل، وربما سيكون هنالك سباق بين الممثلين لتقديم ما هو جميل حتى وإن كان مؤثر وبشع. حتى خاصة حضور الأمهات، يعني شاهدنا المشهد سالي أو أم أيوب في الاختيار الأول، شاهدنا كذلك المتاكوش الحورية في الضمة، كان كذلك دور يعني مؤثر جدا، وأعتقد أن الأمهات حاضرات بقوه في هذه السنه حتى بالكوميديا كذلك. صح صح، بصح ام ايوب كان مختلف في هذا الدور، سنسال سالي عنه بالتفصيل. ولكن نبدو بمجموعه اخبار وصور، تعرفوا البارح ما جيناش بصح كانت كاينه مجموعه اخبار. مثلا انا حرصت على ان نبدا البرنامج وهذا الاسبوع بتعيين الباحثه الجزائريه الدكتوره ياسمين بلقايد على راس معهد باستور العريق في فرنسا. ياسمين بلقايد الباحثه والبروفيسور الشهيره في البيولوجيا، لأول مرة جزائرية على رأس هذا المعهد منذ تأسيسه سنة 1888، معهد باستور. هذه الطبيبة الجزائرية والباحثة الجزائرية هي خريجة جامعة هواري بومدين باب زوار في الجزائر العاصمة. للناس اللي تقول الجامعة الجزائرية لا تخرج ولا تؤطر وها ولا هل كاين عقول، الآن هذه العقول سافرت عملت في بيئة أخرى غير بيئتها الوطنية، وإن كان أنا أعتبر الطب مهمة إنسانية طبعا، حتى وإن كان مدينا واحد جزائري فهذا شرف للجزائر أنها تمد اسم جزائري كياسمين بلقايد لفائدة معهد باستور المعروف عالميا بأنه يبحث عن علاجات للفيروسات. فما تفاصيل هذا الخبر فيصل؟ نعم، هي أعتقد المرأة الثانية، كنا نتحدث معنا بها قبل الحصة، تشرف على هذا المعهد، وهذا معهد هام جدا، معهد باستور الذي أسسه لوي باستور يعني كما ذكرت في التاريخ، وهي ثانية بعد أليس دوتخي التي كانت في 2005. وسيدة بالقايد هي كما قلت خريجة المعهد، يعني معهد البيوكيمياء بجامعة باب الزوار، الذي يعني هذا المعهد يعني خرج بزاف كبار الباحثين، كان أساتذة راهم في الولايات، هي في الولايات المتحدة الأمريكية مقيمة، في وهي من في الوكالة الأمريكية التي تسمى بالمعهد الوطني للصحة، وهو أهم معهد وطني للصحة في العالم ليس فقط في أمريكا، وهي مشرفة على قسم المناعة. وتعرف أن علم المناعة ارتفع بشدة في السنوات الأخيرة بسبب كوفيد، جائحة كوفيد، وكان هناك حديث كبير على تجديد المفاهيم والنظريات في هذا العلم، وهي مختصة في علم باغازيتولوجي كذلك، يعني الطفيليات، وكذلك علم الأوبئة. وهي عينت يعني بالمناسبة من قبل ألمانيا، أستاذة ألمانية وهي إيديث هيرد، وهي من كبار البروفيسورات يعني في البروفيسور في علم الصحة، لأن معهد باستور عنده لجنة
اختيار مكونة من عدة خبراء دوليين ليس فقط فرنسيين، هم الذين يختارون سيتان كونسي دادمينستراسيون يعني مجلس إدارة ومجلس انتقاء. ستتسلم الإدارة في جونفي 2024 وهي يعني مكانة مستحقة وهي مكانة مرموقة جدا عنها وتشرف الجزائر والجامعة الجزائرية. على تويتر وعلى منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشخصيات الجزائرية أيضا المغتربة هنأت بالقايد و استاذ مليكشي وردين مليكشي نعم مليكشي خديجة بن قنا يعني كثير من الشخصيات الجزائرية اللي عايشة في الغربة واللي حتى الجزائريين نظن أكيد يفتخروا أنه جزائرية مثل هذه القامة العلمية تكون على رأس هذه المؤسسة العريقة والعالمية. يعني عندنا بروفيسور صلاح هجي كذلك في الصحه اللي كان في الولايات المتحده الامريكيه يعني عنده هنا في المعهد الصحي نعم لذلك السؤال هو فيصل البعض المعلقين يقولوا ماذا تستفيد الجزائر منها. هذا سؤال جدي، هذا يعني من حق اي واحد يطرح هذا السؤال بالصح على بالي بلي اي ابحاث علميه لن تتاخر الدكتوره بالقايد عن خدمه بلدها. اكيد اكيد يعني المساله ما عندهاش علاقه باش ما الناس ما تدخلش في تاع نشحت في فرنسا وحنا ما نشحتش وحنا يمدونا حسام عوار وحنا نمدوا لهم ياسين بالقايد. لا لا هذا الكلام نقاشات يعني ما عندها حتى معنى، كل واحد في التخصص تاعه كل واحد في المجال تاعه. حسام عوار جزائري يفرح الجزائريين الان في كرة القدم. نعم. بالقايد الان كجزائرية تسهم في مكانها في موقعها في باستور على ان تساعد البشرية على أدوية علاجات تستفيد منها اكيد الجزائر، لانه بالقايد اللي تعلمت في الجزائر ما راحش تنكر اصلها في نهايه المطاف. فهذا نقاشات كلها زائده تعرف قاعده في ازمه كورونا الجزائر استنجدت طبعا كان اساتذه يعني كبار في الجزائر ساعدوا في مكافحه الوباء، ولكن جاوا اساتذه من خارج جزائريين كانوا في منظمه الصحه الدوليه لا جاوا حتى الجزائر وداروا خطه وطنيه وشاركوا وساعدوا كثير الجزائر. الدياسبورا تاع الاطباء مثلا عبر العالم دارت حملات حتى خلال فتره الكوفيد ما نساوهاش، هذا دليل على انه الجزائري حتى يقضي حياته كامل خارج حدود الوطن الا وانه هذا الوطن يسرى به اي ضائقه صحيه ولا كارثه طبيعيه الا ويكون هو اول من صدوم الاولى. خبر مفرح للمراه الجزائريه تاني لميا. خبر مفرح للمراه الجزائريه كما قلت هي خرجت باب الزوار وقرات ايضا في فرنسا وراحت لامريكا ايضا واشتغلت في امريكا من بعد باش عاودت ولات لفرنسا. يعني هي مقيمه عندها في امريكا عندها ان باركور ماشي هكا كبرك بالسهل انها سي شيرشوز راحت حتى نيك ان بو partout pour trouver pour avoir un niveau élevé. وهذا الشيء لأن العلم والطب ما عندوش حدود، وما عندوش يعني نقولوا جغرافيا. نعم ما كانش جغرافيا. وزيد على ذلك هذا ما يدل ان كثير من الجزائريين ايضا المقيمين يعني المغتربين، عندنا كثير من الاطباء المقيمين في فرنسا اللي عندهم كفاءه عاليه. هذا واش ايضا ضمن صفعه لكل يعني الغربيين ان الجزائريين يعني عندهم يعني كفاءة وعندهم يزون كونتريبيوشن في هذه البلدان الأوروبية. ولذلك ما كاش إلا يعني هذوك الفئة اللي تقريبا كاين صحافة تحب تتكلم عليها، ولكن اليوم لما تتكلم على مثلا هذه السيدة ياسمين بالقايد هذا فخر واعتزاز للجزائر. صحيح. فإن شاء الله بالتوفيق للبروفيسور بالقايد في مهامها التي تتسلمها في جونفي 2024. حكيت على كرة القدم اليوم تاني رياض محرز زين. نعم. دخل التاريخ بأكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف، وصل إلى رقم 56 أسيست في البريمير ليج. نعم. وهو رقم ليس سهلا، ليس سهل خاصة لما تكلم اليوم في الماتش تاع اليوم صنع 3 أهداف من 4. نعم ضد ليفربول وين سيتي فاز بأربعة مقابل واحد. أنا كنت حاب نتكلم على محرز يعني شكل آخر، لأن اللي ما يعرفش هذا اللاعب لازم يتذكر أنه في 2013 كان لاعب هاوي كان في فرنسا، كان يعني خريج أكاديمية لو آف، يعني عانى كثير حتى اقتناء تذكرة القطار باش يمشي يعني باش يدير دي تيست وفي لو افر، يعني كان مسلف دراهم على امه باش تشوف لان وهذا اللي شفناه في الفيلم الوثائقي اللي داروه على حياته مؤخرا. نعم. في السيتي في المان سيتي، ولكن اليوم يؤكد احقيته يعني كلاعب من الطراز العالي، لان
بدا المسيره تاعو في تقريبا في انجلترا في ليستر سيتي، ليستر وين لاول مره هذا النادي يفوز ب يعني لا بروميير ليغ انجليز، وزيد على ذلك كان في ذاك الوقت احسن لاعب في انجلترا. واليوم تقريبا لما تشوف الاسماء الثقيله الافريقيه تقريبا عندنا اكثر من 40 لاعب افريقي ينشط في انجلترا، لما تشوف مثلا صلاح ماني اللي فات على ليفربول وبعد يعني مشى الى بايرن ميونخ، تشوف ليايا توري قبل، تشوف ديوف، تشوف دروغبا يلعب، يعني هاد اللاعبين ولو كانوا سجلوا ولكن لم ما داروش يعني هاد ليكسبلوا اللي داروا محرز بهاد التمريرات. وزيد على ذلك محرز الذي لا يلعب بانتظام، يعني تخيل قادة لو محرز بسبب غوارديولا، بسبب غوارديولا وفلسفته الزائدة، ولذلك تخيل ان هذا اللاعب كان يلعب حقار يا غوارديولا لو كان يلعب بانتظام كان قادر يدير اكثر من ذلك. صح. وحتى اليوم كاين تصاعد جماهيري في السيتي على محرز لان الكل يعني متعاطف وبشكل. وسؤال اخر ممكن كان يبدل الفريق وينجح مع فريق اخر، ولكن هو خيار في البريمير ليغ بقي هو الاختيار تاعو كان حاب. نعم استراتيجيه كان حاب وزيد على ذلك محترف. ما كاش الا استراتيجيه نقولوا ايضا الراتب الخيالي تاعو اللي ما كاش يعني كثير من الانديه اللي تقدر تسدد الراتب تاعو تقريبا 5 الى 6 ملايين يورو في الشهر. بارك يعني ماشي كيما سي بلوس استراتيجيك. لا استراتيجي تقول انك تدرس كل النواحي باش تشوف تقدر تقدم ولا لا، لا تقدر تبدل ولا لا، لا ممكن سي تون استراتيجي باش يكمل في نفس الفريق ويثبت باللي راه احق بهذا المكان، كان قادر يبدل فريق واحد اخر يعطيه له ممكن نفس الراتب ولا اقل بشويه، تكون سي تون اوتر استراتيجي. مي هذه استراتيجيه البقاء في نفس الفريق سي بور بروفي باللي انه احق. دخل في انا نظن خلاص دخل في الطراز تاع اللاعبين الكبار واليوم يعني دخل التاريخ ولا التاريخ ومازال يعني ما كملش مسيره تاعو لان يعني اليوم ولا اول لاعب افريقي يصنع اهداف في البريمير ليغ حاجه سهله ليس من السهل خاصه في انجلترا يعني من احسن البطولات في العالم هي الاحسن رقم واحد في العالم. صحيح صحيح. طيب نبقى في كرة القدم خبر صغير فقط، كنا حكيناو على الإفطار باللي انجلترا النوادي ريال مدريد اول من هنأ المسلمين طبعا 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 قلنا فيصل طبعا فيصل اسرت في وقائع المناصر الذي اسرت في وقائع كل ساكن مدريد تنوضوا يا سيدي تشيلسي اقام افطار كما فيصل في الملعب تاعو. فالاتحاد الفرنسي كرة القدم بين بلي العنصرية ما عندهاش علاقة برئيسه السابق المستقيل. نعم. وإنما هي ثقافة في هذا الاتحاد بدليل أنه تقريبا هو الاتحاد الوحيد الذي منع من توقيف أي مباراة خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين المسلمين، وهذا التصرف دار ضجة وصدى. نعم. غير إنساني غير إنساني غير إخلاقي تأكيد للعلمانية وتأكيد للعلمانية الدولة الفرنسية هي العلمانية مش علمانية كله علمانية لا لا, لا بس فرنسا بالدرجة الأولى عندها تأكيد للعلمانية. وما نساوش احنا قرينا في التاريخ أنها ربيبة المسيحية يعني الأولى يعني هاد العاملين هادو وزيد لها العامل العنصرية المتصاعدة لكوميسيون فيدرال اللجنة الفيدرالية تاع الحكام لانهم تخباو من قرارات على لجنه الحكام مش الفيدراليه سي اخي لا كوميسيون فيدرال ولكن ريزولوسيون يعني بيان ريزولوسيون واش تقول؟ تقول باللي يذكروا يقول لك يفو نوتراليتي سور لا براتيك سور ليو لو براتيكي يعني الحياد ويربطوا حتى ان هناك قال لك من يخرق هذا القانون اسمح لي زيد من يخرق هذا القانون يتابع قضائيا ويقولوا باللي سبب ان لي برانسيب يعني كما قالوا هما المبادئ هو عدم ذكر الديانة ذكر الإيديولوجية ذكر النقابة ذكر السياسة يعني كأنها الإلهية مطلقة يتكلموا كثير على اللايسيتي يعني احترام الديانات واحترام الغير ويعني لا لازم يعيشوا في المجتمع. وزيد على ذلك شكرا اللي تكلمت على هذه النقطة. في كرة القدم كاين كاين نقطة شكرا مهمة شكرا كاين نقطة مهمة لأن يعني القوانين تاع كرة القدم تتنافى يعني
تماما مع هذا التعليمه. لماذا؟ لان كاين تعليمه في كره القدم لازم يعني الحكام يدوا بروتيجي اللاعبين يعني لما يسقط ولا لما يكون يعني في حاله لازم على الحكم هذه يعني عندها علاقه بالصيام زعما. لا سامحني اليوم الصيام ظاهره تقدر تقول في فرنسا في كره القدم تقريبا عندك عدد كبير من اللاعبين مسلمين. ما كاش الى يعني المغاربه كاين الافريقيين نقدر نقول لك حتى اللاعبين اللي يلعبوا في الفريق الفرنسي معروفين أكيد. كونتي يعني كاين كثير من اللاعبين اللي اليوم انا نظن هذا ستان مونك دو ريسبي اونفير هاد اللاعبين اللي ينشطوا في البطوله الفرنسيه. وانا نظن سيكون تصاعد من هاد اللاعبين لان يعني باش دير هكذا بيان لا تحترم غيرك وش يطلب يعني شفنا في انجلترا احسن بطوله في العالم يعني اللي يتبعوها الناس سي لا بروميير يعني سي لا بروميير ليغ اول بطوله ما كانت غادي تزيد لا تنقص ولكن اعطت انطباع بان زياده على ان فرنسا لايكيه ان العنصريه في تصاعد وهذا ايضا سيساعد رب ضاره نافعه بزاف لاعبين جزائريين اللي راهم مترددين نحمل العلم الفرنسي لا ساعدت ساعدت, ساعدت في اعطت الانطباع باللي العنصريه الان راهي مبدا اساسي او معيار في اختيار اللاعبين والموارد خاصه اللاعبين الصاعدين يعني نقدر نقول لك بصفه رسميه غويري وشاكري اللي يلعب ايضا في ليون تقريبا 90% يعني اختاروا الوجهه الجزائريه لان يوجد هذه الاشياء يعني من الجانب الديني الذي تقريبا يعني با دي ريسبي اونفير لو كولت مسلمون تاع يعني اللاعبين وزيد على ذلك قضيه بنزيما اللي تكلمنا عليها صحيح يعني كانت قضيه اللي يعني الا فريمون توشي كثير من اللاعبين المغتربين. لا لا لماذا القرار هذا لم يتخذ السنوات الماضيه؟ لماذا هذه السنه؟ هل هو رد على الفيدرالية البريطانية؟ لأن الفيدرالية الإنجليزية قالت بوضوح قد بيان بلي مسموح تتوقف لا ما عنديش معلومة إذا كانت لا ما كانش معلومة الصراع بين إنجلترا وفرنسا يعني كان دائما إنجلترا معروفة بأنها منفتحة على الأديان بدليل أنه رئيس بلدية لندن مسلم رئيس الوزراء في اسكتلندا اسكتلندا يعني جديد مسلم سي دو موديل يعني نموذجين سياسيين. روحوا إلى وشفت اليوم بعد الجينجل ابقوا معنا مشاهدينا الآن. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء وشفت اليوم البرنامج دائما مستمر معكم وهذه الفقرة دائما نقف عند أهم المشاهد واللقطات نتاع المسلسلات والأعمال الفنية. بصح مانيش عارف الا عندنا ضيف عبر الهاتف ولا مازال ما نتصلوش. اوكي كان من المفروض يا راضية يا العلاوي انك تعيطي له من البدايه كما اتفقنا. معليش انا نفضحكم في المباشر انا ما عنديش انا نفضح اي انا اتفقت معك تتصلي به اتصلي به. طيب مسلسل الاختيار الاول بدات احداثه تتضح للمشاهدين. هذا المسلسل يضم كوكبه من النجوم والممثلين طبقيه يعكس طبقية في المجتمع واقعية ويتناول عبر أكثر من قصة وخط درامي ظواهر اجتماعية على غرار هذه الظاهرة المرتبطة باختطاف الأطفال وسرقة الأعضاء ظاهرة أيضا لا يمكن إخفالها في المجتمع الجزائري في السنوات السابقة ولا يمكن أيضا القفز فوقها. فالمسلسل يتعرض لهذه الظاهرة من خلال قصة أم أيوب التي تجسدها الممثلة سالي بن ناصر ضيفتنا هذا المساء. سالي قبل ما نحكيو على الدور ماذا بيا نشوفوا ندخلوا ديريكت في المشاهد المؤلمة هذيك اللي شفناها البطلة ولا نحكيو بالأولى على الدور كيفاش جاك سالي؟ الدور أنا جبته أنا طلبته كنت تلاقيت مع الفنان والزميل رضا سيتي ساز منتج المسلسل وصاحب الدور الاول كي عرض علي العمل معاه كانت عندي وجهه نظر انه لازم لي دور اللي مبين فيه بعض القدرات اللي كنت حابه نخرجهم ما عطانيش بزاف لي شوا كلك شوا مي توجور في الاحياء القصديريه. الدور تاع ام ايوب كنت اخترته قبل ما نقراه قال لي باللي فوالا عندك ولد صغير راجلك ميت وليدك يخطفوه باش يسرقوا له الاعضاء. قلت له هنايا وين لازم نكون. خديت سيناريو شهر من قبل
في ديبي تاع لافان تاعنا المواد نوفمبر كنت ما قريتوش بحكم كان عندي اخي الكبير عبد الملك الله يرحمه كان مريض وكامل دونك قريته على الخفيف فهمت واش كاين فيه. من بعدها ليامات الاخرين تاع نوفمبر درت لو ديبويمون تاعي التقسيم تاع واش كاين قريت النص كامل بوضوح وكامل درت لو ديبويمون وين كاين عندي دي سيكونس انتيريور اكستيريور واش كاين عندي لباس هنا وين كاين عندي دي راكور وين باش نعرف واش نلبس ولا لا سيكونس هذيك كيفاش نكون فيها باش نقرب اكثر للواقع ونخليونا من سياسه الهف. سياسه الهف لازم نخرج بصباط لازم يظهر لي انسانه كي تكون عندها وليدها مخطوف ولا وليدها مريض ولا ما عندهاش باش تاكل واش توكل لوليدها وكام ما عندهاش الوقت تلبس صباط غوز ولا بلو ولا نوار ولا تجوز بكلاكيت يفاليك جو بارطاج سا يفاليك نقسمو على حساب النظريه تاعي وقرايتي. سالي سالي حبي نسالك سؤال قبل السؤال لا لا على الفكره تاعها لا لا الفكره تاعها لانه ما نقدروش نخلو الضيف على الهاتف عذرا سالي سنعود الى الحوار. قبل ايام كان هضرنا على الممثل القدير حمزه فغولي وين هضرنا على انه في حاله صحيه حرجه. طبعا البرنامج حاول الاتصال به اكثر من مره واليوم معنا حمزه فغولي ماما مسعوده حبيب الجزائريين كلهم. عمي حمزه مساء الخير صح رمضانك صح فطورك. الو مساء الخير. مساء الخير صح فطوركم صح فطوركم عمي حمزه كي راك داير؟ في هذه المناسبة تاع الحمد ربي شوية راني صافا اون تريتمون صافا لاباس ريحت شوية راك في الدار الآن راك في البيت؟ راني في الدار اون تريتمون. طيب احكي لنا عمي حمزة واش هي الأزمة الصحية اللي عندك هذه الفترة؟ رحت كنت في عين النعجة. أهي كنت عندنا جاو وقالوا لي ما عالجت بوندون واحد دي جور ومن بعد خرجت. اها خرجت وعطوني تريت مون على ميزون وهذا الخطره درت لي زاناليز. اها انا نسمعوا فيك. تفاجات كي عيط لي الميتسان قال لي نصارحك دير لا دياليز. ما قبلتهاش والحمد لله الحمد لله ربي وانا هذا لي شرف لي راكم عيطوا لي لا 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 هذا اقل واجب عمي حمزه لانه نشكركم بزاف كاين بزاف الجماعه اللي راهم تما كاع مسلمين عليك عمي حمزه. هما برك انه بزاف جزائريين لما شافوا النداء تاعك لرئيس الجمهوريه ما عرفوش هل ممكن يعني انه السلطات العليا تتدخل باش تعاونك هل تحتاج الى مساعده وطبعا هي ليست مساعده بل هذا واجب اقل واجب للفنان كبير. هذا اللي راني طالبها انا طالبها من الدوله. انا اعطيت الدوله هذه اعطيت حياتي ربيت اجيال والحمد لله خليت بصمات وراني فنان ماشي فنان تاع يامس والحمد لله يا ربي وانا راني فخور جدا اللي راني اللي عطيت ربيت اجيال وراهم كاع اللي ربيتهم راهم اثاره الذروك. انا ندموندي حاجه برك للحكومه والرئيس الجمهوريه يعاوني يرسلني للخارج نشوف كيف داير الدعوه واللي كتبها ربي الحمد لله يا ربي. انا نشكر فني الشعب الجزائري كاع اللي طلبوا لي ربي. الشعب ما كانش ما عندناش والله يا الجزائر كلها الجزائر طلبت لي ربي والحمد لله. طيب انا مش باغي نتعبك بزاف الجزائر كلها معليش وراني وهذا انا فخور جدا اللي راني معاكم. لا ربي يحفظك احنا ثاني فخورين عمي حمزه واكيد الجزائريين كلهم في هذا الوقت ومنذ سمعوا الخبر منذ فتره بانك مريض كلهم دعائهم واحد بالشفاء العاجل. كاين فنانين اتصلوا بك حمزه فغولي؟ ما لا مازال ما كاين اللي ما عرفش تليفون ما عرفش وين راني نسكن جا علي وجا عثمان علي وجا الفنان الكبير. ونشكرهم بزاف نشكر كاع الشعب الجزائري نشكرهم شعب حلو وشعب
اواه ما كانش الشعب الجزائري. تحيه الجزائر. بوعكاز عيط لي. ايوه. مراد جعفري عيطوا لي واحد ثلاثة ولا أربعة برك ما معليش. هذا لا يعني بأن البقية لا يحبونك وليسوا قلقون عليك. نتمنى لك الشفاء العاجل طول العمر والصحة الدائمة سيد حمزة فغولي. وإحنا كما قلت أنت ربيت إطارات، إحنا كلنا كما رانا هذا الجيل هو تربية تربيتك أنت كماما مسعودة وحد يدوان الله يرحمه، وأعمال كثيرة ستبقى خالدة في التاريخ. ما يبقى لي غير وكري نقول لكم صحة سحوركم. الله يسلمك. صحة سحوركم. وانتم بصحة إن شاء الله. بالشفاء عليك إن شاء الله، بالشفاء عليك وربي يطول عمرك. صالح الجزائر. إن شاء الله، شكرا. فيها الخير. فيها الخير. وفيها ناس الخير وتبقى ديما بخير. إن شاء الله. بارك الله فيك عمي حمزة سيد. ربي يخليكم إن شاء الله. شكرا حمزة فغولي الممثل القدير معنا عبر الهاتف، كان لابد من الاتصال به. من أجل طبعا باش نطمئن على صحته، فطول العمر والصحة الدائمة. نعود لك الآن فيصل. نعم. شفت على قطعتك لا 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 مسكتو كاع ياسر. أيوا إن شاء الله مريض و طبعا نتمنى له الشفاء العاجل أستاذنا. تفضل فيصل. حمزة فغولي إن شاء الله يا ربي. أنا حاب نطرح سؤال لسال، يعني الموضوع لأن تحدثت عن اختيار اللباس واختيار والحديث مع المنتج، حاب نسأل كيف كان التعامل مع المخرج؟ المخرج لا المخرج دوله كذلك يختار اللباس. طبعا طبعا المخرج ما تلاقيتش به حتى النهار الاول تاع التورناج. كان عندنا جلسه عمل لا في تاع لو تورناج باسكو بداو باللو ديكور تاعنا لي بيدون في الاحياء القصديريه، مي ما كانش عندنا فرصه باش نتلاقاو. لو بروميير جور تاع لو تورناج اللي تلاقيت به رحب بيا بطريقه يعني فريمون مليحه، قال لي سمعت عليك تكلموا لي عليك مي عندك اقتراحات للدور؟ قلت له عندي اقتراحات فيما يخص اللباس وفيما يخص طريقة التعامل، يعني لا بسيكولوجي دو بيرسوناج. قعدنا تكلمنا انا وياه، كانوا ليكيب تكنيكي وجدوا لو ديكور اي تو. قلت له فوالا عندي وجهة نظر فيما يخص لاني انا ام راني نشوف هذا لو بيرسوناج بهذه الطريقة. الزوج متوفي، الولد صغير، لا ريسبونسابيليتي، الخدمة ما كانش. انا نشوفه ما كانش الهستيريا فيه، ما كانش فيه التجاوزات، ما كانش فيه ليكزاجيراسيون. فو ريستي كالم باش نبنيو لو بيرسوناج بشويه. قال لي راني متفق معاك وماشي معاك. كل مره كان عندي راح تكون زعما اون سيكونس كنت نتكلم انا وياه وقت مع هو مع دي او بي مدير التصوير ومع لو برومي اسيستون، كنت نقول لهم فوالا واش راني حابه. فوالا لا بروميير سيكونس فهموا باللي راني راسمه للدور حتى لي ديبلاسمون تاعو، يعني سيتي با اون اكزيجونس سيتي دي بروبوزيسيون من عندي. كنت شايفاتو هاك والحمد لله لقيت تعاون كبير من طرف ليكيب تكنيك المخرج اللي رحب بكاع لي زيدي اللي كنت طرحتهم وزادهم على زيدي تاعو ومشى. حسينا بالام، حسينا بالام صالي يعني في الدور تاعك. جانب الام كان حاضر بقوه. انا اصلا ام طبعا. انا ام يعني انا كل ام، ما كانش جانب فيا حاضر يعني سالي لا روبيل، سالي اللي تقول الكلمه، سالي الفنانه. ممكن محيت سالي الفنانه في هذا لو بيرسوناج، خليت غير سالي الام. لانه الاحساس الصادق باش توصلوا الى قد تكون عايش كل حاجه. ممكن كانت واحده اخرى في بلاستي انا مش ام بصح ربيت المراه تنزاد بالفطره ام، حنانتها ظرافتها تعاملها مع لي زونفون مع لي بيبي. انا اي انسانه ما عندهاش ولاد تتلاقى مع الولاد البرة تبوسهم. انا اصلا طبيعتي نتلاقى مع الولاد نحضنهم من مش ولادي ما نعرفهمش. سالي الفنانه وسالي اللي تتعامل برا ناحيتها كانت غير الام تصير، وكان لازم نوظف هذا الجانب في سالي باش تتلاقى مع فضيله باش يتقاربوا. ممكن انايا في حياتي اليوميه لو كان داولي ولدي ما راحش je n'aurais pas pu réagir de cette façon vu que سالي la rebelle اللي فيا تخرج وتداوس وتعيط وتحوس وما ترقدش وما تدخلش للدار. مي فضيله لو بيرسوناج قعدت في الدار وتسنى في وليدها بالبيجاما اللي كان بايت بها، اللي قال لها ماما ناض دير كوشمار، وقال لها ماما نمتهم يجريو مورايا. جي غاردي لو بيجاما كوم اكسسوار دو جو مي كوم
une justification pourquoi je l'ai porté وعلاش خليت البيجاما في يدي وعلاش لانه اخر حاجه شديتها من ريحه ولدي ليله هذيك نام باللي خطفوه لو لوندومام مشى يقرا جابت وجارتي عندها قعد عندها لو مومون اللي جاني للدار خطفوه اي سيتي با ايغور سيتي بريفو يسرقوا زينو باسكو زينو هو اللي عنده بنيه جسديه كامله الله يبارك هما اللي كانوا يعسوا فيه باغ ايغور سرقوا لي ولدي c'était pas ça le but كانوا حيديو زينو داو ايوب لا ديرنيير شوز اللي قعدت لي سيتي سون بيجاما في فراشو مشيت بالبيجاما هذيك حتى عاودت لقيت بولدي في لوبيتال بعد ما صابوه هذا طيب. كله تقمص شخصيه مش فقط تاثير بالشخصيه نتحدث بالتفصيل سالي ونبيلة هذا السؤال بعد فاصل قصير مازال عندنا كلام كثير مع سالي بن ناصر عن هذا الدور وعن الفن عموما ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في برنامج احنا في رمضان ضيفتنا دائما الممثله سالي بن ناصر للحديث عن دورها فضيله او ام ايوب في مسلسل الاختيار الاول الذي يعرض على شاشه الشروق وقبل ما نستأنف الحوار مع سالي وش رايكم زملائي وايضا الجمهور نشوفوا هذه المشاهد بعدما تلقت الام خبر وفاه ابنها المشاهد الاولى كانت في المستشفى قاسيه جدا وادت سالي دورها ببراعه رفقة كل الممثلين الذين كانوا في هذا المشهد نتابع
كان لابس وقال لي ماما يجروا وراي. نبينا شكون اللي كان يجري ورا ولدي؟ يا اخي ولدي يا اخي جميلة ولدي ما دار حتى شيء ولدي عارف. ايوب ماما شكون اللي داك عليا يا ماما؟ ماما انا بس لك ماما نوض ترقد عند ماما يا ماما يا روح ماما روح حطوني ولدي ما تصبرونيش في ولدي ما تصبرونيش نبي نقول لهم هذا ولدي ما يصبرونيش في ولدي هذا ولدي مع ولدي انا ولدي ماما ايوب نوض ماما تجلس ماما نوض ترقد عندي يا ماما ولدي تعشرة في اختبار عرفتي انا في ولدي مشاهد مؤثرة من مسلسل الاختيار الأول. يعطيك الصحة سالي بن ناصر رغم أنك تأثرتي بعد إعادة مشاهدة هذه اللقطات طبعا وهذا شيء عادي لأنك اندمجتي في الدور بشكل كامل. بزاف ممثل أنا لما شفت يعني شخصيا قدام أنا هضروا في نعطيكم الفرصة قلت سالي نتاع الفهامة الكوميدية نتاع البرامج الخفيفة بس هذا يعطيك مجال أنه الفنان الحقيقي لما يعطى له نص حقيقي ومشهد واقعي وحتى الفنانين ساعدوك اللي معاك في المشهد سواء في المستشفى ولا في الجنازة أعطوك أيضا روح لأداء هذا المشهد بتلقائية. فكثير من الفنانين في العالم العربي دائما يقولون برافو يعطيكم الصحة بصح لما يديرها فنان جزائري ولا ممثلة جزائرية اعتبروها عادية. لا مش عادية اللقطة مشهد صحيح قوي جدا وفيه بزاف مشاعر وفيه بزاف احاسيس. وفيصل ايضا الخيار تاع المخرج مش عارف الى المخرج ولا اتفقوا الجماعه تاع تلقي خبر الوفاه بدون صراخ مع الابقاء على الموسيقى خافته كان خيار ذكي لانه انتهينا من زمن الصراخ والعويل وربما هذا كان في مشهد جنازه مبرر بصح في مشهد المستشفى كان المشهد جميل جدا رغم انه مأساوي. هو فيه لحظتين او لوحتين في المشهد هذا. المشهد الاول عندما تلقى الخبر الام فضيله خبر وفاه الطفل هو مشهد اكثر منه تراجيدي يعني بلو تراجيك كو دراماتيك. يعني علاش دار المخرج الموسيقى لهذا السبب؟ لان ما كان حتى سبب نسمعوش الام شاي تقول انا فهمنا كلش الالم تاعها فهمناه الفهم كاين اللي يديروا هذا الخيار الثاني تاع الصراخ هذا كتب اللي تزيد عليها شويه بصح حنا سي زانتيليجون صح ذكي اختيار ذكي. المشهد الثاني حتى في المشهد الثاني الام ما كانتش تصرخ يعني لحظه الفراق هذاك ما بين ابنها كاين مخاطبه نعم مخاطبات خطب كانت في كل مره كما انا في المشهد نشوف هذا الخطب كاع لجيرانها الجيران اللي وقفوا معها وقفه جميله لان يعني يخالف الافكار التي تقال حول العشوائيات. سيتي مون شوا سيتي الخيار ديالي اني ندير هذا الباساج باسكو كان عندي لا كاميرا من هنايا اون فاس وين عاودت وليت البلاستي منين انطلقت كنت واقفه من بعد لا عييت لانه توت لا جورني وحنايا في لا كلينيك نتورنيو وهاد لا سيكونس وين كاين اون سيكونس متعبه كيما هذه يفضل الفريق التقني والمخرج انه يكون عندي غير اون سول سيكونس مش متعود نظرا مش غير ما تعودش نظرا للمجهودات التي اللي نقوم بها خاطرش ما نقدرش ندير اوتر شوز ما نقدرش نعاود نولي في الاحداث جو تورن اوتر شوز الو خلينا هاد لا سيكونس هي لا ديرنيير في لا كلينيك منها نختم ولازم ندخل للدار لانه صح نتعب نفسيا لانه
ما نكذبش على المشاهد لاني في العديد من لي سيكونس استحضرت وليدي قدامي. هي حاجه مليحه انه عملتي على هذا الدور، خدمتيه انت اكثر وحدك، عاونوك بالك ناس جو ريبيتي على ميزون واحد، وخدمتيه سمعتيه وحدك في اللباس. شوفوا سالي ما عندهاش مكياج، قطره مكياج ما كاينش مكياج مستعملها في طول لون دو فيتون مكياج. وكاينه حاجه واحده اخرى لما تكون الممثل يلعب بالدور، كاينه حاجه واحده اخرى في نهايه المسلسل، هل عاونوك تخرجي من الدور؟ لانه نظن انك مازال كيف الدور، مازال مازال تبكي. لا لا يلزم يعاونوا الممثل، هذه ليتاب سيكولوجيك دو 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 لاكتور، يلزم يخرج من الدور. هي ما خرجتش من الدور، كل ما نشوف من السؤال التقني. نعم لاحظنا انه كان نوعين من اللقطات، اللقطه سيكونس والبلان هذاك اللي كان سيغي على لي كوميديان. اسكو درتو البلان سيكونس ومن بعد درتو لو سيغي ولا لو كونترير؟ نو نو نو، اون ا في لي دو اون ميم طون باسكو سيتي اون سوربريز. اون سوربريز ا بليزيور كاميرا. بليزيور كاميرا. وي، كاتر كاميرا. يا في الكاميرا سور ايبول. وي وي وي، اللي كانت ماشيه بيا، خاطش في الديبي لا سيكونس كانت غير يجي يقول لي واش مكتوب في السيناريو، يقول لي نطيح نتغاشى. نلعبو توجور لو ريزولتا اي سي فو. يا لو بروسيسوس. يا لي ديتاي. جو بريفيري جوي سور لي ديتاي وخلي لو ريزولتا عند المشاهد. تاع نعيط ونطيح ونبكي ونتغاشى، سي سي دو ديجا فو. ديجا فو. بوكوا نو با ابورتي ان تروك نوفو؟ دوتون بليس كو جو سوي ليسونسي اون ار دراماتيك. كيسك جو في ابورتي ا سو فيتون؟ سالي بنت المسرح يعني بالاساس. ولقطه المستشفى ولقطه الجنازه. كيف كيف؟ اون سول بريز. اون سول بريز. شكون اللي كانت الاولى؟ تاع لا كلينيك نورمالمون. نو نو نو، المستشفى. الهوسبيتال، لوبيتال ومن بعد لا ميزون. باش تبقى نفس ال. وي 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 وي. هذا لا يعني بانه ما كانتش كاينه مشاهد بزاف قاسيه لما كان الولد مريض في وكانت تخاطبه من خلف الزجاج، ولا في لحظه البحث عنه وفقدانه. لا لا، حتى كي يعني عليها قلت ان هذا المسلسل متعب متعب. كي جاو عندي لي انسبكتور دو بوليس بور مي بوزي دي كيستيون، سيتي لو جور وين نخطف الولد، سيتي لو شوك. كيفاش نبكي؟ تاع جافي دو ليسبوار انهم حيلقاوه. دايوغ كاين اخر كلمه قلت له كريم نلقاو وليدي. ومن بعد كي كانوا يجيو عندي جيران، بحكم انه المراه الجزائريه تمشي توجور ريزولتا، ايه سرقوه، ايه يدرى، ايه راهم يقولوا في الاخبار وسرقه تاع الاولاد. وانا كان المشهد هذا، كان هذا المشهد جاره جات قالت الكلام. اللي كنت تكلمت مع المخرج قلت انا ما نحبش كثره الكلام في البيرسوناج تاعي، انا ما نتكلمش، خليهم هما يتكلموا وانا واقفه عند الباب شايده البيجاما نزلنا في ولدي يدخل. ابخي 3 جوغ ملي سرقوه قلت لهم اني دفيتها، خبطت عليهم الباب قلت لهم شاكم تهدروا هذا، انا جو غوفوز جو سوي كالكان فضيله، سي كالكان كي غوفوز هاد الهداير ديغجي قطع نسا وداه ومات وبالك وكاش ما صار. نو انا عبالي بلي ولدي راح يولي جو سي با ان انستان ماتيرنيل بالك بالك سالي اللي كانت تهدر مع فضيله هنا جو سي با، مي جي بريفيري نوقف عند الباب رايحه جايه جو فوزي دي زالي غوتور. وصلت هذا الشعور كمشاهدين على انه باقي امل انه يكون حي علما يتم انقاذها، علما اني كنت السيناريو اللي قريته في نوفمبر ما عبدتش تلاقيت معاه. كي كانوا يبعثوا لي لو جوغ الجوغ جوغ في الواتساب ما كنتش نفتح. نقدروا نتكلموا ايضا قاده يعني لما تشوف هذه الاعمال وهذه المشاهد. انا يعني بعيدا عن الفيلم حبيت نولي الى يعني الحياه الواقعيه. تقريبا في الجزائر عشنا هذه العمليات، عمليات الاختطاف، ونظن ان هذه الاعمال وهذا العمل يعني تكون عبره لبعض مسؤولين، ولا لاني تتذكر كانت قضيه هذا الاختطاف ولا يعني العقوبات الاعدام ويعني كاين اللي كانوا بور كاين اللي كانوا كونتر، ولكن لما يشوفوا الام الام والعائله والناس اللي تالم بهذا الشكل. سي غوت دون لا مير، انا نظن يعني عبره، لان يعني سي ان سوجي كي في القانون، قانون متعلق باختطاف الاطفال عدل زينو واصبح قاسي جدا. واليوم فقط وفقط الاعدام كما قال زين، لا مش الاعدام مازال ما عرفوش في السجن، ولكن اليوم كان عندنا خبر قبل ما ندخل السجون تاع المحميه المدنيه تاع كالما تعلن عن اختفاء طفل في منطقه كالما في احد الغابات. يعني الموضوع هذا لا هو الموضوع الثاني اللي موجود وراء اختطاف الطفل ايوب وقتله، هو الاتجار بالاعضاء. الاعمال يعني اللي تعالج هذا نعم الاتجار بالاعضاء كذلك ظاهره ربما لا تظهر في الاعلام كثيرا، ولكن هي موجوده. انت صحفي وقديم علينا وتعرف
الاخبار هذه اللي في ديفير هذه ولت بشكل يومي ماساوي، يعني ليس طفل قال ما فقط كان في ولايه في الجنوب رجل قتل زوجته وتم العثور عليها في رمضان. نعم في عزة وكان جرائم كثيره تحدث لحتى المصيبه في الدراما لما تنقل جزء من هذا تصبح يعني يقال انتم تشوهون المجتمع. انتم لا تنقلون الصوره الحقيقيه، لماذا هذا الاحباط، لماذا هذه الكآبة؟ بالرغم من أنه يا جماعة يكفي واحد يروح للمحكمة يروح للمحكمة كاش نهار ويقعد من الصباح حتى العشية يشوف ساعة يقعد ساعة يشوف القضايا التي تمر على القضاة، جرائم يشيب لها الولدان. البارحة أيضا شعر يعني راسك يشيب. المديرية المركزية لمحاربة المخدرات أي ألقت على يعني جماعة في ولاية المسيلة يعني بكميات معتبرة، ولذلك يعني تشوف يعني كل مناطق صح انا نعيشها يوميا. وبالتالي في الدراما عندما تنقل هذا فهي تنقل اشياء موجوده في الواقع. يعني مرنا وكل مره كنا نقولوها الدراما مش مطالبه تحاكي الواقع، مش مطالبه تجمل الواقع، هي تحدث على تتحدث على اشياء الاختيار الاول الضامه وغيرها، يعني على اشياء موجوده في الواقع تحت النوافذ. قادر لو سمحت تحت النوافذ هناك الاتجاه بالمخدرات بالوساد بغير ذلك، ولكن البعض لا يراها، وعندما يراها في الدراما لا هذا مش مجتمع جزائري. ما رايك سالي في هذا النقاش حول الدراما الجزائريه قريبه او بعيده من الواقع، لانه عاد بقوه هذه السنه؟ فالي توشي ساعه من قبل خويا قاده، كان لازم نهضروا على هذه المواضيع من قبل، انه قبل كنا نشوفوا بعض المسلسلات في الدراما الجزائريه اللي ما عندهاش علاقه بالواقع. صح. ونراهم لي غوند فيلا وحتى ولا كاينين الناس اللي عايشه هذه الرفاهيه، ولا الناس اللي عايشه بطريقه مش راح نقول لك سوبر لوكسيوز. وكاين في الاختيار كاين الطبقيه، كاين طبقيه جدا، كاين المرفه وكاين المتوسطه وكاين الحاجه المصداقيه. المصداقيه في هذا اللي فيها فضيله وفيها كعيكه وفيها العصري بن كعكع، فضيله العصري بن كعكع وفيها شعبون هيفا رحيم شعبون، هذو كامل سي طبقه. وكاين الذي يربط عناصر هيفا رحيم هي ربط ما بين الطبقه الكادحه لانها تعمل خادمه عند فكاين روابط كذا مرسلي ايضا يعني في علاقتها. سيناريو محكم قد اخويا. صح. لو كان تقرا سيناريو ككل كان ربما على المشاهد ان يصبر في الحلقات الاولى حتى يفهم. جو كوا كو لا سي الكوتي رياليزاسيون سي الاخراج، باسكو ولفنا الاستسهال في الاخراج، سرد الاحداث بتسلسل ودايا السهوله في ما نختبروش ذكاء المتلقي. ممتاز. لهنايا كان على المشاهد انه يصبر يتبع في الدراما السوريه ولا في الدراما المصريه ولا في بلدان اخرى نفس المونتاج نفس الاخراج بهذه الطريقه، لدرجه انه الافلام والمسلسلات تقعد في اذهان المشاهد. وعلاش؟ لانها مخدومه بنيه دراميه في واضحه، اخراج فريمون افيك دي تكنيك جدد يفالي توشي على سا. وهذه درس لينا نحنا باش نزيدوا نتقدموا باش تزيد تبان الدراما الجزائريه. كاين ناس يقولوا لي ما كاينش دراما جزائريه، كاينه عندنا مخرجين، عندنا دي سيناريست، عندنا منتجين، عندنا ممثلين كفاء، عندنا ناس واقفه لهذا الميدان. ممكن عندنا عائق انه ما يجوزش كلش في لاتيلي، عندنا مازال عندنا المشكل هذا. فهمت؟ الرقابه. الرقابة التي ما فيهاش قواعد محددة، محددة ولا معايير محددة، فيها مزاجية يخليوك حتى تكمل وتتعب وتصرف وتعب ممثلين وتقنيين معك، يصدر المسلسل ويبدأ يبان باش تبدأ أها ناحية هذه طلع. ويجب أيضا على الجهات المختصة ولا الرقابة، وهذا رأيي شخصي، أن لا تخضع لسلطة المواقع الافتراضية والفيسبوك. ولا. يعني الرقابة شيء علمي، من المفترض أن يكون هناك قواعد متفق عليها. والرقابة يجب أن تمس أن تعطي الحرية للمبدعين أكثر من أن تسلسل هؤلاء المبدعين. يعني الرقابة لم تأتي من أجل كبح جماح الإبداع، وإنما من أجل حماية المجتمع. بصح لا يتحول حماية المجتمع إلى حجة من أجل ترهيب المبدعين والممثلين وغيرهم. أنا مثلا نشوف بلي هذا النقاش اللي تصرح بغض النظر عن بعض الانحرافات فهي نقاشات صحية. ما المسلسل الذي لا يثير جدلا
هو لا. مسلسل لا لا اساس له انا نعيش مسلسل معاهم هكا في شهر رمضان هو مسلسل حقيقي راه كاين تخيلوا كاين حقيقه من المفروض من المفروض يعني لو كنا في المطلق ما تكونش كاينه رقابه اصلا ولكن المنتج والمخرج لا احنا قلنا نحبوا الحلم شويه لكن المخرج والمنتج والكتاب السيناريو على بالهم من المعايير تاع المجتمع تقاليد المجتمع القيم احترام الدوله احترام المجتمع يعرفوا يعني بالهم يعني ولكن عندما كي يهضر دراما تهضر دراما ما تهضر على ظاهره حتى لا نقول ظواهر موجوده لان الاختيار الاول يعالج عدة ظواهر الحرقه والاتجاه بالمخدرات يوم شفنا مشاهد حرقه اشياء موجوده في المجتمع خلينا دراما تطرحها ونقشوها نقشوها كجزائر الجزائريين بيناتنا دون تحامل دون اتهام دون خيانه دون اي شيء. كانوا يقولوا دائما لما تدير مسلسل صالونات وفيلات والحمات مع وعروستها والعصير والثلاجه بارده كان يقول لك هذه مسلسلات لا تشبهنا لا تمثل الواقع هضروا لنا على الاسعار هضروا لنا على الحرقه هضروا لنا على اختطاف الاطفال لما هضرنا على اختطاف الاطفال لا تقولوا هكذا ماشي مشكله برك اختطاف الاطفال الترويج للمخدرات وال نظن لا سانسور بوركوا مي سي اون رياليتي سا اكزيست كاينه منها في المجتمع تاعنا وفي كامل المجتمعات مش غير العربيه حتى الاجنبيه صحيح كل الاحداث اللي تسردها اللي يسردها مسلسل الاختيار الاول ولا الضامه ولا البطحه ولا بعض لي برودوي اللي جازوا معنا في رمضان هذا احداث حقيقيه صحيح طريقه ادائها المعالجة. ولا المعالجه تاعها خيارات فنيه خيارات فنيه ما نقدروش ندخلوا فيها القاعده هي الحريه هذا النقاش الرقابه هي الاستثناء والنقاش ليس بجزائري محض لو تفهم تي زابينغ على كل البلاطوهات تاع نقاشات عبر نبداو نديروا في نفس النقاشات راهي في تونس في مصر في سوريا عاد وصلت في العراق احنا مازلنا الحمد لله يعني كل عام هذا هو دائما يا اما تتوقف مسلسلات يا اما تتناقش مسلسلات انها لا تمثل الواقع ولا انها شوهت الواقع وننتهي هي اذا قعدت في اطار النقاش نبيله بالعكس هو صحي ليه كل واحد يدافع عن وجهه نظره بالشكل الذي يرى اكيد يعني لو واحد تسلم المصنفات الفنيه والمسلسلات والابداع وعنده انتماء مثلا معين ولا سياسي راح يكتب لك مسلسل حسب الايديولوجيه تاعه اكيد هو حر حتى بصح ننتقده هنا نفس الشيء الان يعني لما يقوب جماعه اخرى بابداء افكاره في عمل اخر فما تجيش انت يا تولي وصي على المجتمع وصي على الدين وصي على الاخلاق وصي على الوطنيه ما نشهده حاليا علاش انا نقول نحذر منه لانه يحمل بذور خطيره في المستقبل الا التخوين والتكفير يعني ممكن اختلف معك في هذا الوطن كل الاختلاف وممكن تكون انت عندك الصح وانا مخطئ والعكس ولكن انا لا اخون ولا اكفر وانت لا تخون الاخر ولا تكفر فالفنان فنان يجب احترام العمل الفني العمل الفني يبنى على الحريه بالنهايه خيارات فنيه قد تتفق معها او قد تختلف. يبقى ان المجتمعات العربيه عندها مشكل المجتمعات العربيه كلها يعني بدون استثناء عندها واحد النظره على مجتمعاتها على يعني على نفسها يعني نظره خياليه افلاطونيه فاضله مجتمعات لا تعاني من اي مشكل مجتمعات تعيش الرخاء تعيش الهناء تعيش كل شيء بالتالي فهذه الازمات الموجوده والتي خلقت ازمات سياسيه وغير ذلك تسقط دائما على الدراما يعني كانها سهله ننتقد عمل درامي ونطالب بمنعه من طلب منك ان تشاهد انت عندما لم تتفق مع دراما في التلفزيون انت لست مجبرا ان تشاهدها هي مطروحه للجمهور طبعا مطروحه للمناقشه مطروحه طبعاً. للنقد ولكن لا يتفق ولكن ان نقول ان هذا مش الحلقه الاولى احكام من حق من عند شكون من طرف من من طرف الناس ما عندهاش الحق باش تنقد يا ربي تسقم روحك في خدمتك وفي عملك باش تجي تنتقد كاين ناس كاين نقاد كاين ناس درسة النقد كاين ناس مخول لها انها تنتقد بصح انا نجي في بلاطو باش نبدا نقطع في عام في اي انسان نجيبه انا باسكو معروف ولا عنده انستغرام تاعو طالع ولا يجي يقعد وينقد مخرج بكفاءة بكفاءة جعفر قاسم ولا مزاحم ولا ولا ممثل بارع هاد كيما المنتجين او المخرجين
اللي يحاولوا يمدوا انتاج يمدوا مسلسل شباب اللي طلعوا به نقولوا له نيفو تاع الدراما الجزائريه، عندهم ضغط من عند ديجا التورناج كاين اللي مازالهم لحد الان ما كملوش، ومن بعد ضغط من عند القناه، ضغط من عند سلطه الضبط، ضغط من عند الشعب، من عند المنافسين، من عند المنافسين. اتونسيون يا بلوزيغ برودكسيون منتجين اللي ما يتفاهموش وما دابيه لو برودوي تاعو هو اللي يجوز خير، يرمي الهضره على المنتج الاخر على العمل ديالو جوست باش يبان هو. وعندما لماذا عندما تطرح المسلسلات الامريكيه والافلام، تحدثنا مع قضاء قبل الحصه، الافلام الامريكيه ظواهر موجوده في المجتمع الامريكي، منها التجار بالمخدرات، اختطاف الاطفال، المنظمات الاجراميه، وحتى واحد المقال في الصحافه الامريكيه وفي المجتمع قال هذا هو المجتمع الامريكي، لا قالوا هذا مجرد عمل فني خيال مستوحى، قد يكون مستوحى من الواقع وهو صالح للنقاش. لا لدرجه ان المسلسلات اذا لاحظت هذه السنه غالبيتها يكتبوا كارتون في بدايه الجينيريك ان اي تشابه بين الاحداث لا يمت للواقع بصله، هذه حاجه. وايضا نقطه الانتقاد اللي زاد على حده وصل حتى خالد يوسف انه اعلن انه سيتوقف عن اخراج الدراما يعني من شده الانتقادات اللي هذه دراما هذه بروحها هو راه يدير في الدراما. ايه بصح قال خلاص وقفت ما نزيدش ندير مسلسلات. لا هو خالد يوسف معروف بالاخراج السينمائي. طيب شاف كيفاه صحيح هضرنا على الاختيار الاول مجموعه ممثلين كما قلنا بارزين، سالي بن ناصر واحده منهم وهي ضيفتنا هذا المساء، بصح كاين ثاني بزاف وجوه ظهرت في الاختيار الاول محبوبه لدى الجزائريين مثل وجه الممثل الذي معنا عبر الهاتف الان، مجرد ظهوره على الشاشه يريح النفس ويقول بلي الجزائر يا حصرا والفن الجميل والكوميديا النظيفه والضحكه النقيه. فمعنا هذا المساء الممثل مدني مسلم عبر الهاتف. سي مدني مسلم مساء الخير، صحه رمضانك صحه فطورك. سي مدني السلام عليكم. مساء النور حبيبي قاعده، واش راك الزين؟ لاباس دائما منور. والله لا لاباس الحمد لله، سعيد بسماع صوتك سي مدني. الله يسلمك. والله كنت باش زعما نحضر معاكم. صح معليش على بالي الظرف، على بالي الظرف تاعك. يعطيك الصحة ربي يحفظك. المهم عندي زوجة ادعوا لها بالخير، ادعوا لها بالخير ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله. على بالها. نعم عمي مدني صحة فطورك. الله يسلمك بنتي ربي يحفظك سامي. يعيشك ليك وحشة عمي مدني. ربي يحفظك ولغاية توحشك سامي. يعيشك بابا الحنين، كانوا كتافي حاميين بيك. والله كانوا. وكانت بزاف لقطات بين ما كانش اللي بكاني أطار انت اللي بكيتيني. صح هذا واش كنت حابه نقولهم عمي مداني. صح صح هذه شهاده، هذه شهاده لانها بكيتنا كاع عمي مداني. طيب والله العظيم غير جاب لي ربي صحنا في الطفوله وتبناه وكلش. ربي يطول في عمره امير الشلفي اظن الطفل. امير الشلفي لانه مثل دور مليح. أيوه. حتى كانت عندك انت والممثله سالي والطفل بزاف مشاهد في المسلسل، انت كبائع في محل تجاري وكانت بزاف مشاهد بيناتكم. كانت علاقة صغيرة معي ويحبني دار لي واحد الجيس اللي عمري ما انساه، سلم لي على راسي. أنا ما كنتش نستنى فيك. هذيك تاع اللي سلم لك على راسك ما كانتش. لا وسلم على راسي ولا غير تماك. ما كانش هذوك كاع زيادة. صح. وهذا كاين اللي ما كانش هذوك كاع زيادة كاع امبروفيزاسيون. صح صح صح. كيف كانت الأجواء تاع التصوير في الاختيار مع نخبة من الممثلين، بعضهم من المسرح، بعضهم وجوه قديمة، بعضهم فنانين شباب؟ والله غير الجو هايل هايل هايل، كانت فيه الشتاء فيه الرعود فيه كذا، بصح كان هايل. كنا كان سالي تجيب لنا الماكلة، تجيب لنا تشختوخة، تجيب لنا ذوقنا. كانت فاميليا تعرف شنو فاميليا؟ فاميليا تاع الصح. عمي مداني يا اخي قلنا بيناتنا بعد. لا ما كانش بيناتنا، اللي يدير الخير نعرف عليها حنايا. عايشك بابا الحنين ربي. انا ما جبت لنا والو. جاتني الكوزينه اون بلوس. طيب عمي مداني يا قاعد انت رمضان ما تجيبلكش. طيب عمي مداني ماذا بينا نشوفوك دائما هكا في اعمال، يعني مانيش عارف هل هو تهميش، مانيش باغي نهضر على هذا الموضوع، بصح يعني لما تجيك ادوار حتى لو كانت يعني كضيف شرف ولا مشاهد قليله
من المهم أن يعرفوا الناس باللي مدني مسلم مازال قادر على تقديم الإضافة في المشهد الفني. قادر الحمد لله كثر خير ربي، وأنا مشيت تاع اليوم من 74. صح الله يبارك. سمعت من عمر قالت لها وكنت نخدم ريجيسور كان في عمري 17 سنة ولا، وجات موهبة مع أبو بقرة مع قاسية مع رويشد الحمد لله كثر خير ربي. أنا عندي حاجة قادة، عندي حاجة تعيط يا حبيبي نجيك، ما تعيطليش ما نطبطب لكش وما نحلكش. صحيح. اللبيب وتكفيه الإشارة. وهذه هي هذا تستحقني تعيط لي نخدم خويا ونفرحك وكذا منا. وعندي حاجة خليها لي أبو بقرة الله يرحمه ويسع عليه عمي حسن، يقول لي أخدم بربعة دورو حسب البطال. صح صح قواعد تاع الفنانين الكبار. انا عمري ما ندير نيغوسي كاشي تاعي، واش عطاولي هذاك ما كان. وحنا دائما سعداء بانك تكون على الشاشه عمي مدني، ربي يطول في عمرك وبالشفاء العاجل للزوجه الكريمه. ان شاء الله وصحه رمضانكم وصحه صيامكم ولا ما تلقيناش بارك الله فيك. صح عيدك وصح رمضان. ربي يبارك السمانه الجايه بالك نكون معك. تشرفنا على الراس والعين، تشرفنا سي مدني مسلم، يعطيك الصحه. ربي يحفظك. شكرا لك. الجماعه كاع اللي راهم معاك وصحه صحه رمضانهم وصحه طول عمرك. عايشك عمي مدني، عايشك. شكرا لك سيد مدني مسلم الممثل الكبير اللي كان معكم ايضا في الاختيار الاول. عائله، كنتوا عائله فاطمه. كنا عائله صح كنا جوارين في الاحياء القصديريه، بس هذا رافد هذا ومتعاونين بحكم اني زعما الزوج كان متوفي وليدي صغير، وليدي بشوش، وامير الشلفي هو اللي عطى الطابع هذا البيرسوناج. وكان لعب ولد وحده زيادة من عنده وتاع يجري ويدور كيما كريستيانو يدير زيك وتاع يهدر مع عمي حمادة يقوله فيها يدير واحد ليجيست يخليك يدخل. وراه مشهور على الانستغرام، انا دخل الانستغرام تاعو كان عنده 100,000 460. كيف كان تعامل معها سالية؟ نعم. كيف تعاملتي معها يعني في الدورة وكيف وكأنني أتعامل مع إنسان عنده 50 سنة خدمة. ناضج الله يبارك. ناضج في مخه، قرآن يقرأ القرآن، يقول لك قبل ما نرقد لازم نقرأ أنا آية الكرسي، ويقول كيفاش ما تقراش قرآن قبل ما ترقد يزقع عليك. وزعما كي نقول له أمير عندنا لا سيكونس دروك يقول لي دروك ميكانيك ولا يحكى يهضر ويحفظ تمتم. يمكن يبدل الكلمات على حساب سلاسة لسانه باش يكون واضح باش يفهم. وكي تعطي له لاكسيون تقول له هنا ارقد ما تحلش عينيك. حطينا له هذاك البتيكاس تاع الماسك تاع الاكسجين في لوبيتال يتخنق باسكو كانت ما تمشيش. الوغ حطيناها له الافونس باش نخرجوا من لاسانسور. كان مخنوق الولد وعنده لا غريب وما قلناش نحيوها. انا نحيها باش يتنفس هكذا يقول لي لا رديها غير نورمال. نقول له لا تنفس اليس لا باش تجي شابه يقول لي صح. وفي مشاهد المرض وكانه صح مريض تعبان. لحقنا وين هنايا كنا نتورنيو حتى ل 11 12 تاع الليل يجي النعاس يتعب يرقد. يقول له امير كمل ارقد كيما هكاك رانا نتورنيو. لا يقول لي راني نسمع راقد بزعاني نسمع. كان زيادة على النساء والأمهات الأطفال في هذا العام ظاهرة. كاين حاجة في العلاقة تاع الجوارين. أنا علاقتي بالممثلين المليحة نعرفهم، لا ماجوريتي نعرفهم. العسري بن كعكع خدمنا مع حوايج كوميدي، شعبون لحلو، سيدة فضيلة حشماوي معروفة بقيمتها وخ... لكن الاثنين اللي كان عندي علاقة بهم كبيرة ونحبهم وكانت سهلوا لي الخدمه عبد الله جلاب اللي يكون عمي سالم وعمي مدني مسلم. دايوغ في لا سيكونس تاع تروحي المدني مسلم وجلاب جي شوازي دالي جوستكا عمي مداني والاخر باسكو كنت نهضر كنت نعيط نقول له ما تفايلوش على ولدي واش بكم تبكيو ولدي لاباس هذا طبيب ما يعرفش. كنت نسكت فيهم وضربتهم كامل يسمحوا لي ان شاء الله. كنت نقول لهم واش بكم. وبعد رحت عند عمي سالم وعمي مداني باسكو سيتي لي دو اللي قرب ليا. قول لهم ما ديروش كيما هما، ما ديرش علاك تبكي عمي مداني وعمي مسلم. كنت نشد فيهم ونقول لهم علاه تبكيو ومغلطين. تما ما كنتش حابه نامن وعاودت وليت البلاصتي على جال لا كاميرا اللي كانت منها تاع لو سيغي. كنت نقول لهم ما تشدونيش هنا، كنت نقول لهم ما تشدونيش وما تقنعونيش ما تهضروش معايا.
انا نشوفهم باللي والقيمه صار القيمه اللي تحملها للمشاهد علاقتك انت كفضيله زوجك مات وعندك طفل واحد تحبس على عمل والتعامل تاع الجيران تاعك يحمل قيمه يعني اجتماعيه ايجابيه هو ان هناك تعاطف وتعاضد المجتمع فيما بينه حتى ولو كانت احوالهم يعني بسيطه جدا وفقر ويعاونوك بالكامل وشو ما راه كنت تبقى ذيك العاطفه الانسانيه قويه جدا تخليهم ما يخليوكش وحدك لان فضيله في هذه المشاهد ما بقاش وحدها الجيران وقفوا معاه حتى اخر لحظه حتى قبل ما يموت ايوب لي سيكونس وين كانت ندي هي قراو كامل تشها سردين سيكونس ثانيه اللي كانت باينه قلت ما عنديش سمعنا الجاي يكون عندي دراهم نشي وقال لي لا ماما تشهيتها اليوم قلت له صاي زقيت على ولدي وصلت من باب غاضني عاود وليت عند حماده شعبون لحلو قلت له ولا بالحشمه حتى نكملوا كاع اللي جاو يشريوا حشمت الكريدي عنده يا قال لي لا هذه حق ايوب باطل باش تشوف حنانه الجزائري باينه حنان تلايموا بيناتنا ونحنوا على بعضنا خصوصا في الاحياء هذه الشعبيه هذه طبعا فيها ممكن سؤال طيب تفضلي نبيله الحي الشعبي هذاك سي ان ديكور ولا موجود لا حي هذاك حي صح كي اكزيست فريمون في سي اون سي انتر بوشاوي عند بنيان داكور ياك سي اون فاس الاشراء بصح هذيك المقهى نو سي اون فيت سي دي ديكور ديجا اللي كاينين برك سقموهم على جال لو كوتي تكنيك داكور كاين ناس صح عايشين كيما هكاك خويا قادر وناس صدقني حلوا لنا بيبانهم وطيبوا لنا الكسره وقعدنا عندهم وما كانش الغاز تما ما كانش غاز دو فيل سي دي جون اللي يسخنوا بالشوفاج الكتريك ودي الكتريسيتي غاليه سويت ا سا ابا كانوا يشعلوا لنا هذاك الشوفاج الكتريك ويدخلونا كامل لديورهم باسكو يفوزي 2 دوغري 3 دوغري تما لحقنا 12 الوحده تاع الليل ما كانش البرد ما كانش مرحمين وكان معظم الفنانين بلباس خفيف خاصه انا كانت جبه خفيفه والجلابه والفولار هذاك دايغ مرض ضربت 10 ايام مرض من بعد هذه لا لا تحيه لك سكان هذا الحي ومادام رانا على المباشر نخلو سالي تستريح قليلا باش نقولوا باللي شبيبه القبائل راه منهزم الان زين نتكلم لك عليها يعني الوداد البيضاوي متفوق 1-0 في حين شباب بالوزداد مازال متعادل 0-0 مع الترجي الرياضي التونسي نذكروا ان يعني الانديه الجزائريه مؤهله قبل هذه المباراه الاخيره ولكن اليوم يلعبوا على المركز الاول وظلم تحكيمي فادح في المغرب ضد شبيبه القبائل نعم لان الهدف كان يعني اللاعب كان متسلل وزيد يعني قاس الكره بيده ولذلك يعني الكل يتكلم بعدم وجود الفار مره اخرى في يعني هذه المنافسات الكبيره ولذلك يعود ايضا يعني هذه الجدليه تاع التحكيم الافريقي مره اخرى الذي يظلم يعني الفرق والانديه الجزائريه المنتخب الجزائري تقريبا يعني دائما الجزائر مظلومه تحكيميا في افريقيا نظن على الفيدرالية يعني التحرك بشكل لافت لان كفانا هذا يعني هذا الظلم وهذا الحقره من طرف هذا التحكيم الذي اصبح يعني يعمل ما يشاء في مادام ما كاش حمايه في كل ما هو جزائري يا قادر طيب نتابع المباراتين حتى ما بقى لهمش وقت بزاف باش يخلصوا قالهم شوط لا راهم في تقريبا في الشوط الثاني نعم في بدايه الشوط الثاني تقريبا 40 دقيقه حكينا الحلقة اللي فاتت على بعض الأعمال النوستالجية وسمعنا إلى أغنية ماني ماني زيادة على أعصاب وأوتار نوضح باللي أعصاب وأوتار أنا قلت في البرنامج أنها إخراج الأستاذ محمد حزورلي سلسلة ماني ماني بعدها هي إخراج عزيز شولاح يعني أنا لم أقول أن حزورلي هو مخرج ماني ماني تحية إلى الأستاذ عزيز شولاح وشكرا لسيد شولاح وكل الفريق اللي عطاونا لسنوات طويله كل هذه الفرجه وهذه المتعه مادام عاود نحكينا على ماني ماني نعاود نسمعوا مقطع من ماني ماني باش نحيوهم على روكي لبزنسي
يبيعوا يشري كل شيء الوسداد الجامعي اسمه غالي وجيبه خالي ماني. تحية إلى هذا النوستالجيا السنوات السابقة عزيز الشلاح، كل الفريق، كل الممثلين، ربي يرحم اللي توفوا ويديم الصحة والعافية على من هم على قيد الحياة. ندير نقطة نظام أخرى، بعثوا لي بعض الأصدقاء فيديو في التيك توك وغيره. توك هذا ولا انا تشعلنا فيه على اساس انه لا 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 ماشي هذا البرنامج. هما داروا مونتاج ما بين كنت حكيت قبل سنتين في رمضان في نفس هذا البرنامج عن وفاة الممثل بلاحة بن زيان رحمه الله، وهما داروا مونتاج على اساس انني اتحدث عن صالح أقروت ادام الله عليه الصحة والعافية، فركبوا داروا إشاعة على اساس انني اعلن على المباشر خبر يتعلق بالسيد صالح أقروت. ف معينا وإحنا نقولوا خافوا ربي وهذا رمضان وحتى في غير رمضان لا يجوز قتل الناس وهؤلاء لديهم عائلات وعلاش راكم قلقين عليهم والناس هذه بلا أخلاق وبلا ضمير وبلا وبلا، بصح تبان لي لم يعد الكلام مجديا. فآسف لعائلة السيد صالح أقروت أنه وقعت هذه الفبركة، وطبعا نحن لا علاقة لنا بها بل بالعكس نتابع دائما أخبار صالح أقروت ونتمنى له الصحة، ونحن مثل ملايين الجزائريين نفتقد صالح هذا السنة على شاشتنا، ونتمنى إن شاء الله أن يكون في أحسن حال دائما وأن يشفى ويعود إلى عائلته وإلى جمهوره دائما كما كان. فتحية لصالح أقروت والسيدة فاطمة بالحاج. هذه برك نقطة نظام لأنه المسألة بزاف انتشرت في تيك توك فكان لابد من الكلام عنها. نشوف واحد المشهد الآن، بما أن قلنا الممثلات هذه السنة بارعات جدا وملفتات للانتباه والإعجاب، زيادة على سالي ضيفتنا هذا المساء، نحكيه على ممثلة لفتت انتباهك، قدمتي المشهد أستاذة نبيلة البارح هيلدا أميرة دوودة منا في كاميرتك نبيلة عبك نظن أنه أبدعت في المشهد بعد الخصام اللي كان بينها وبين زوجها. المشهد السينمائي، أنا لن أقول شيء آخر، ولكنه نعلق عليه مشهد سينمائي من الدرجة الأولى، وهي كانت في واحدة التركيبة نفسية ودرامية يعني فاقت صحيح، كانت في انفعال كبير. تابع هذا المشهد لهيلدا أميرة دواودة في 11-11 ونعود. هند الباب. هند وش كاين؟ حلي الباب. هند وش كاين؟ حلي الباب.
هند راني داخل حلي الباب. هند 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 وش بيك؟ هند وش صار لك هند؟ كل شيء كيدير في روحك هكذا؟ كاش النهار قصرت معك في كاش حاجة؟ طلقني يا رضا، طلقني تعيش. شو؟ هاكي تمسخر يا جاسبر ياك؟ خلاص عطيتك كلش. شنو زيد كثر من هكا؟ لقيت روحي في ميزانية واحدة أخرى معاك. علاش؟ شدرتلك؟ لا عقل لا ضرب. هند 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 كي مقلقة هذا ما كان خلاص. هند أنا مشهد من مسلسل 11-11 يجمع هيلدا أميرة دواودة ومزيان أميش، كما قلتي فيه فعالات، فيه وحبيت نعلق على الجانب التقني في الإخراج. أيوة. يعني اللقطات المائية في الدراما والمسلسلات الجزائرية نظن قليلة الاستعمال، ونظن أسامة قبي من خلال اللقطة هذيك الصرخة المكتومة اللي كانت معبر عنها من خلال هيلدا يعني في الماء والصرخة المكتومة، يعني هي يعني جودة تقنية والتعبير الدرامي، وكذلك اللقطة كيفها خرجت يعني مونتاج او يدهشنا أسامة قبي بهذا يعني المستوى. حتى اللقطات اللي يعني صورة يعني التي تؤخذ اللقطات تحت الماء يعني نظن ما هيش كثيرة في الدراما، حتى في البانيو، حتى في البانيو الجسم تاعها كيفاش والشكل نبيلة تهدر ما يقطعش قادر فيصل خليني نشرح فيصل تفضل تفضل والله خليني نعطيك الكلمة يا فيصل معليش تفضل روحي يا روح فيصل لا نحبد نكمل واش قالت نبيلة عليها قطعتك قضاء لأن هذا مشهد سينمائي مش تاع دراما تاع التلفزيون لأن يعبر عن عاطفتين، العاطفة الأولى هي ذهبت دخلت في ما نسميه بالمنطق الانتحاري اللي كانت وضعت راسها في الماء، كانت تحاول الانتحار وتنهي العلاقة هذه نهائيا، لأن علاقة الحب القوي مع الشعور بالخيانة التضاد اللي يكون موجود في هذا الشعور تخلي المخرج يعود لهذه الطريقه في الاخراج حتى يعبر عن المشهد دون كلام، لان يعني ما فيش كلام حتى جا ليها هو باش ينقذها، وربما لماذا اختار هذا الماء، حضور الماء، عنصر الماء عنده كذلك دلالات التطهير، عدد دلالات، وبالتالي فانا اتفق تماما مع ما قالته نبيله حول هذا الخيار تاع اسامه قبي في التعبير عن هذا المشهد كما هذا لما يكون مكتوب في الدراما السابقه الجزائريه بين طريقه الاداء تاعو بين الممثله وزوجها طبعا. يعني خداع وروح وتجبد الفاليزه وتبدا تشطحها وتيرايحها النتيجه يروحوا للنتيجه ديريكتومون اور كو يا اوتر شوز ا جوي كاين النفسيه خلينا نوظفوا النفسيه ونروحوا للواقع اكثر واش راه يصرى لداخل لانتربريتاسيون هي اللي تبينه وتبان لي سالي ايضا انت كممثله بالك تعرفي هذا المخرج لما يعاونك بادواته هو هنايا هيلدا واش دارت يعني دخلت راسها في حوض الماء هو طبعا اداء يعني طبعا حتى صرخه ولا بصح لما يعاونني المخرج هذه حتى نشوفها في افلام امريكيه نشوفوا البيهايند في الكواليس يعني احيانا نقول هذا اداء بسيط بصح في الفيلم النتيجه تشوفها مبهره هنا المخرج لما يدخل ويعاون الممثل بادواته يسهل له يقول له انت اعطيني الاحاسيس
إحساس المرأة المخدوعة في زوجها التي كذا والتي كذا. بالصح أنا أساعدك في كل التقنيات، دقة القلب، الموسيقى، المياه التي مش عارف من الآخر، فكل هذه داخلة في أدوات إخراجية فنية. وزادت خلاتنا هدك يا قتلت روحها، يعني هدك المشاهد يخاف عليها، يعني يعني راهي على حافة الانتحار. ولكن واللقطة اللي عجبتني أيضا بعد هذه اللقطة المأساوية كانت لقطة رومانسية، ونظن أيضا قليل جدا أن نشوف لقطات رومانسية في الدراما الجزائرية، لقطة أنه تصالحها خلالها بتي دي جوني نبيلة نبيلة رزاق تهتم بالتفاصيل. لا لا وإحنا على بالك يا سالي نشوفوا التفاصيل. هو يقول لك في الدراما نبيلة فكرة مهمة أنه إحنا منش عارف يقول لك يحشموا ما يديروهاش في الدراما، الزوج يعبر عن حبه لزوجته. نحشمو نديروا هاد التفاصيل اللي ربما هي موجوده في الواقع ولكن كي يشوفوها في التلفزيون ما عبروش عليها. هذه عند المصريين. وحنا بالمناسبه مزيان اميشا يطبق نصيحه صديق لؤي اللي هو يوسف سحيري، قال له المراه تخدح بالكلمه الحلوه، مجرد كلمه حلوه يعني فطبقها له يعني فطبقها. لا وحتى بس على كلمه مشهد اخر فيما بعد حتى نعود الى الواقع يعني لا وطبعا بين قوسين الماء هو سينمائيا ودراميا يعبر عن الحياه وعن الموت، لان الماء يقتل ويحيي. لكن صح الفكره صح. ان فيما بعد كي نظرت هيلدا بعد الرحله الرومانسيه صابت حماتها تسنى فيها والروبيني هذيك يدل على الموت العوده الى الواقع استعمال الماء بطريقه اخرى العوده الى الواقع. استراتيجيه العراف وحدها اكسبسيونال اكسبسيونال. طيب نشوف واش اللقطه كاينه تاعش لقطه راديه لا لا ما كان لها هذيك راه معنا امير بدومي ومازال هذه اللقطه الرومانسيه اللي كنا تكلمنا عليها انستغرام مسره لا لا نبيله سر لا حبيت نشوفوها نشوفوها نبيله زين كيفاه يخلعونا ويديرونا مشهد الانتحار. هذا هو المنحنى الـ يعني البسيكولوجي تاع اللي يلعب بالدور في ذاته ولا في الفيلم عموما ولا في الحلقه في الحلقه على العموم. طيب الان نروح من الرومانسيه الى رومانسيه من نوع اخر تقدمها ياسمين عبد المؤمن مع نبيل عسل. رومانسيه رومانسيه الرائعه هذيك الرومانسيه القريبه للجزائريين رومانسيه بين ربيعه ولاز قصه حب يعني مختلفه اسلوب مختلف طريقه مختلفه. ولما حست بالخيانه ربيعه اللي هي الممثله ياسمين عبد المؤمن ردت بطريقتها وصلت حتى قال لها واسمو هذاك قال لها برنو حنين عليك. شوفوا شوفوا اللقطه. إيه الله الله واش بالسلامه زين جبتهم بيبيوتاك من الكيس انا الشي الكاطو تاع النقاش قلوبه تاع الشيكولا دايرين الزرادي بلابيه يا ربيعه اسمع خلينا نهضر هذه هي وتلقى بقى بلا يديت لك مخك معليش كنت أمه تقول لي أمه واحد يدير حسابه ربيعة واش جابك هنا هزاد ما هكذا واش كاين ما تخافش الله العشرة اللي بيناتنا جيت نبارك لك واش يا فاميلي الطلابين توما ما تحبوش الرجلة توما ما تحبوش الفحولية توما ماتيرياليز وطلابين ما تحشموش باردون مي سي كي ال لا شكون هادي هادي شكون هادي هادي وحدة دنيا بنت الكلب انا وحده يا لاز شوف معليش عندك زوج دقائق صمت تقولها شكون انا سينو نقلب عليكم الطابله يلا نقولها شكون انت تخلعيني ولا نقولها هذه واش ما هذه ربيعه ربيعه حرفي راك سيغ معليش دوك انا نحكي لها ليستوار يا لالا مولاتي مالغري كنت هي ماكيش النيفو تاعي انا راح نهبط النيفو نهضر معاك انا الفيونساي تاع لاز ما شيغي ما تجيش وحده كيما انت ضربت لي كاشني تاع حمار وحشيت دي لي لاز حبيت نسقسيك يرحم بابك واش هي لا ديفيرون بيني وبين هذه لا لا ما كاش ديفيرون بيناتكم دوك انا نجاوبها واحد ما يدخل روحه ما كان حتى فرق بينك وبينها راك تشوفي روحك في المرايه ولا ما كتشوفي روحك راك تشوفي في خليقتك ولا لا لا كل يوم رايحة جاية للحمام وجهك حرتيه بالمساك بالكاسة بالجافيل ومازالو يابس كيما راه شوفي الحنانة من هنايا شوفي الأناقة شوفي القاعدة برك شوفي الابتسامة سوناف أضربينها بابتسامة شتي كيفاه شتي الرياقة كيفاش دارو ولا ما شتيش الانتعاش ياو اتعلمي ياو انت من اللي عرفتك وين راك وين رحت وين كنت أرف 20 ميل أك 7 ميل الحنانة كاع ما عندكش ياو انا ماشي حنينه لاز يا سير ماشي حنينه انت برنو حنينه عليك صافا هكذا
اه وتقدمي شويه تبقاي هكذا سوسياله ربيعه تحل بيو اه رحتي انت يا كاشنال ديدوش ما رحتي رحتي سيدي يحيى ما رحتيش ها كليتي طاكوست حق ربي ما كليتيه سكتي يا ربيعه باسكو على بالك جبت عليك الحق وغلقت عليك بالديبليسيس تتغلق بالديبليسيس وانا نغلق بالدوبل بلون انا سي فري كما تقول انت الكاسه ماشي شابه بصح انا ناتشورال لالا مولا تضربها باللانجات ولي زوبير مي بون لاز انا نخليك مع ليستواغ دامور تاعك تاع الهنوده تاع جانيتو بصح اقسم بالله ورحمه القنطه اللي حكمتني راكم شاهدين شمشي ما وسجل التاريخ حل عينك هادي وزيد هادي بيان كوم الفو نهار اللي يضربوك الحيوط بالك تجيني عند الدار باسكو نقسمك على زوج فاميلي السحاحر تاكلوا الراحج ان شاء الله هادي ربيعه قبابو تصدم هكذا للديار وتقول لك راني مخطوبه عندكم مجي العرفق اللي تحت راحت وعرفت بها واش سالي صديقتك يا سيدي صديقتي المقربه واش أداءها في البطحه رائعه انا كنت تكلمت انا وياها قبل ما تبدا تورناج كي كان عندها لو تيكست كانت هضرت لي على لو بيرسوناج كيفاش هي حابه ديرو ياسمينة تركيبه احاسيس وغير جديد عندها دائما ياسمينة كي تحكم ان بيرسوناج تدرسوا على المدى البعيد والقريب تاخذ فيه وقت كنا تكلمنا على لي تيرم كيل فاي يوتيليزي باش تبان بلي لو فرونسي تاعها ليميتي باش تبان بلي قرايتها اصلا ليميتي لو نوفو كولتوريل تاعها كانت كلمت لي على بعض المشاهد كيفاش راح ديرهم تما هنايا تشوف بين الدمعه الكبرياء عزة النفس صح. الدفاع عن النفس ولازم تفرض نفسها ولازم الفيان دير سون ديرنيي مو تركيبه في انسانه واحده وهذه ما تقدرش ديرها اي انسانه صح. الا ممثله من طراز ياسمين عبد المؤمن اللي خرجت المعهد العالي للفنون الدراميه ومن الممثلات اللي يعني القلائل اللي كل ما تبعتها للدور تقف فيه وتعطي لك الجو جوست وهنا راهي في مواجهه نبيل عسلي وكل الفريق عرفت كيفاش تفرض نفسها في وسط الكاست طبعا جو لاس با فير اتونسيون هي في حياتها اليوميه ياسمينة عندها ان كاركتير وعندها اون بيرسوناليتي فورت وحنينه حنينه جدا يعني صاحبتي واختي ونعرفها بيان حنينه بزاف وشنو الدي سومو عندها تقول كلمتها الوغ دون سو بيرسوناج خرجت واحد الكوتي في ياسمينة باسكو ياسمينة صح تقتل بالضحك وتحب تلعب افيك ان فرونسي كاسي تعرفي بلي سالي كانت هي في وقت سابق نبيلة اسمحي لي كانت غادرت واحد التورناج تاع واحد المسلسل بالموسم الاول نظرا لبعض المشاكل قالتها لنا في الحصه انا عماء اسيا الشرابي لان كما قلت الكاركتر تاعها خلاها ما تقبلش بعض الامور دي سيتي ما تحبش الهضره ميدياسيون بور يعني كان هناك اهانه لها وانا حبيت نشوف فقط الثنائيه اللي شكلتها مع نسرين بالحاج اللي هي كذلك ممثله مسرحيه رائعه سجيه ساجو, ساجو. ساجو. يعني ثنائيه ربيعه ربيعه ساجو من احسن الثنائيات الكوميديا هذه السنه اليوم نسرين بالحاج قالت لها واحد الجمله ميم اللي كتبوا النص يعطيهم الصحه الا كان قيدوا بالنص كما هو مش تقيد بالنص 100% ما ظنيتش نعرف هذا الممثلين لازم لا توش لانه نسرين تقول لها ما راكيش لي زوم كنت تولي له نسرين بالحاج في لو الشخصيه هذايا استعملت كلمات توحة غير هي اللي تقولهم كي تلاقاو هكذا نشربوا قهوه في المسرح تقول لي ماشي لي زوم لو كان ما طلعيش ماشي لي زوم لو كان ما تكتبيش هذاك لو تيكست لا حتى الطيوشه الوغ لايف اوف فاكسون سبيكتاكل طيوشه فو لو فوا بالاخر الاخير واش مو قادره على شقاها يعني قادر عاشق الفحله اخر الفحله اخر واليوم ياسمينة راهي في قاعه الاطلس راهي مع جمله من الفنانين زبير بلحور كريم مدراجي عندهم دي ستاند اب تما مدراجي بالزيدين ولا اطلس 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 طيب تحيه الى ياسمين راح تكون ضيفتنا ربما في قادم الايام نسرين بالحاج ايضا ونروح مباشره الى فاصل اشهاري مشاهدينا الاعزاء نعود بعدها الى احنا في رمضان مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في الجزء الاخير من البرنامج ما بقالناش وقت كثير وشفنا باللي الحديث مع سالي ممتع ومفيد اجلنا بزاف مواضيع جماعه اليوم بصح معليش نهضروا على موضوع كنا برمجناه اللي هو الدراما العربيه بما انه ربع ساعه الاخير دائما على الدراما العربيه
بلك لاحظت ولاحظ الجمهور الكريم بأن القنوات الجزائرية لم تعد تقتني مسلسلات عربية في السنوات الماضية، حتى التلفزيون العمومي كان اعتمد هذه السياسة مع المسلسلات التي تشارك فيها وجوه جزائرية، مثلا أمل بوشوشة في مسلسل فيشري هذاك المسلسل أو غيره. ولكن مؤخرا ما بقاتش، نظن شروق آخر عمل اقتنته هو هارون الرشيد، المسلسل اللي لعب فيه قصي الخولي، ولكن من بعد ما كانش. فبماذا نفسر هذه الظاهرة؟ اكتفاء ذاتي بالدراما المحلية، أم لأنه الدراما العربية في تسويقها لم تعد تصل إلى التلفزيونات الجزائرية، أم لسبب آخر؟ أبدأ معك ثلاثة هم أبدأ معك السببين مع عليها ضيفة كل ما اقترحته صحيح صحيح لأنه الدراما العربية لحقت الأبعد الحدود وين المشاهد الجزائري أرجع ما يقدرش يتقبلها. يعني باش تقعد هرك أنت وباباك ويماك والسيدة الزوجة والأولاد وتقدر تشوف، ما تقدرش مالغير اللحقوا للعالمية. وثانيا ما هو شيء اكتفاء ذاتي، هذا أنا نعتبره تحفيز للإنتاج الجزائري. وعليه ما نديروهاش 100% الجزائريين ونبعثوا روح المنافسة وروح التشجيع في وسط الإنتاجات الجزائرية. خلي المخرج يبان، اللي قرا في ولاد فايت ولا اللي قرا في الإتخانجي عاود يدخل ويخدم بلاده، وخاصة الممثلين الجزائريين اللي عم يتخرجوا من معاهد من كونسيرفاتوار واللي عندهم مواهب قيمة، خلي يخدموا. خاطش لو كان تقعد تجيب انت تشري المسلسلات من برا وتحطها في البرايم تايم ولا لابريميدي ولا في اي وقت تحطها، الناس راح تزبي تروح تشوف هذوك. والدراما الجزائريه وين نحطوها؟ وقتاش نوقفوا بها؟ وقتاش نستعرفوا بها؟ وقتاش نقيموها؟ خصوصا ان الدراما الجزائريه غير مسوقه في قنوات عربيه. صغار من 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 تعريم غزالي باش نشروا انتاج عربي ولا يعني لامية. انت تقولي المعامله بالمثل يعني، وعلاش لا؟ احنا عندنا اعمال نقدروا عليها، ما نمدوا عليها، احنا ما يشروش علينا. ولم يربما وربما اختلف مع انتاج مشترك، وعلاش برودكسيون الجزائريه اللي نلقاوها في قنوات اخرى؟ لا هو لا هو المشكل اعتقد لو سمحتي سالي انا اختلف معك بعض الشيء. اعتقد قناه نجمه تي في تعرض مسلسل عربي السنه اعتقد في افريقيا. شو جديد؟ مش جديد، لا مش جديد. لكن لا يجب، اسمحي لنا، لا يجب ان ندير ظهرنا للدراما العربية. اعتقد في رايي من الاحسن الافضل تكون دراما هي خيارات. يعني كان مسلسلات تعرض في رمضان اخرى خارج رمضان. كاش مسلسلات هذا العام تنتجهم؟ لا معليش، يعني ولكن قديم. لا قديم ولكن اعتقد ان الان هناك عارف القديم كيفاش يجيبوه؟ يكون اقل ثمن. نحكي على اقتناء بالمعنى تشريه جدا. لا هو اقل ثمن. كملنا بين الفكره، هو الدراما هو اصبح سوق الان، هناك سوق دراما. هناك يعني منتجين يحضروا، تعرفين نبيله مهرجان القاهره ومهرجان الايام السينمائيه لقرطاج في المنطقه العربيه، مهرجان كان بكري مهرجان ابو ظبي ومهرجان البحر الاحمر، يجيو المنتجين من المنطقه العربيه ويشريوا دراما قبل حتى ان تنتج، يعني يشروا بناء على السيناريو. يعني الان سوق، هناك اخذ وعطاء، هناك مفاوضات، هناك يعني ما تجيش هكذا برك. وبالتالي فانا اتمنى قنوات التلفزيون الجزائريه العموميه والخاصه ان تدخل هذا السوق ببيعها لمنتجات جزائريه كذلك. لماذا؟ يعني كاين منتجات الان اصبحنا عندنا دراما يعني تحترم كل معايير التقنيه والفنيه. كانت محاولات محتشمه، ولكن يجب ان نذهب. المرحومه ريم غزالي خاوة، لكن يجب ان نذهب. وهي كل هذه الاعمال تمثل ايضا الثقافه الجزائريه، وعليه من نهرش اللباس الجزائري، الاطباق الجزائريه، وعليه الموسيقى الجزائريه ايضا. نظن انه بهذه الاعمال نقدروا نوروا اكثر الثقافه الجزائريه. ولم نستطع اقناع المال الخليجي حتى قانون الاعلام اللي راه خرج صدق عليه خلاص، رفض اي مال اجنبي. وهذه كانت نقطه خلاف بين الاسره الاعلاميه وحتى البرلمانيين. قال لك في الاعلام علاش مثلا انت تقبل مستثمر عربي ولا اجنبي في الاقتصاد بمختلف مجالاته وترفض الاستثمار في الاعلام؟ انا شخصيا مانيش فاهم هذه النقطه، لانه ما المفروض تفتح الاستثمار على الكل، تراعي القواعد الوطنيه الهويه الوطنيه، تضع كايت شارج على اي مستثمر كما تدير في اي مجال اخر. بصح هكا رانا نغلقوا على رواحنا، والاعلام هو انفتاح. علاش ام بي سي تروح دير ام بي سي 5 لترويج الثقافه المغربيه وتقدم على اساس مغرب عربي، في حين اننا حنايا
نبقوا دائما نشوفوا بالرغم من انه نديروا 10 قنوات عموميه و70 قناه محليه بصح يليق لك انتشار عربي اكيد بصح هذا الانتشار العربي انا نشوف انه سبب غياب الدراما العربيه هو خيار نظن انتاجي لكل القنوات ان كانت عموميه ولا خاصه حتى تدعم المنتوج ولا الدراما الجزائريه. حاجه واحده اخرى انك ما تجيش في اخر يعني تايمينغ في اخر لحظه وتفتش على الفيلم اللي راهو راح يكون حصري في قنوات واحده اخرى باش يكون عندك انتايا يا اما تسلم في كما يقولوا في الوقت الذروه نتاعك للدراما هذه اللي انا راح تفرض عليك ان المسلسل اللي تشريه يكون في وقت في البرايم تايم دونك البرايم تايم راح يكون فيه تنافس بين الاختلال هو هذه في النقطه تاع الحصريه وكاين المنصات ايضا في بعض المنصات تشترط اذا تم شراء المسلسل نبيله الاعمال التي بقيت تروج وتسوق عربيا هي الاعمال التاريخيه والدينيه هذه هي الاجتماعية كل مجتمع اكتفى بذاته عمله يعني لا مش ممكن نجيب مسلسل كويتي ولا اللي يعبر عن المجتمع الكويتي ونفرض على المشاهد الجزائري لأنه هذا المشاهد الجزائري عنده تيليكوموند ويروح للقناة الكويتية ويشوفه أفلام تاريخية والفانتازيا والعلمية أنت لما تسوق في القناة الوطنية أنت تتبنى هذا الفكر أكيد لما كنت جيبي الشافعي نتاع مصر فأنت تتبنينا الرواية على الأزهر الشريف الذي يدعم هذا المسلسل باعتبارنا بلد سني كنت جيبي عمل تاريخي تاع معاوية ولا سيتبني للنظرة السنية في الدفاع عن السنة ضد حرب معلنة من جهة أخرى فالمسألة ولت فيها تاني سياسة ماشي ولات هي سياسه يعني هي مثلا سياسة في مصر الدراما المصريه سياسة. ارماده 17 مسلسل مصري امام ارماده المسلسلات اللي مدايرتها ام بي سي ولا ارماده المسلسلات انتاج مشترك بين سوريا ولبنان والعراق يعني تكونت ثلاث جبهات عندها منصات تعرض عليها الافلام فنظن انه المعطى تغير حتى معطى التسويق في الدراما العربيه تغير هو نبيل هناك صراع الان يعني باش نقولها قد نتحدث عن السياسه هناك صراع الان بين الدراما العربيه ودراما تركيا لان هذه الجبهات التي فتحت كما قالت كانت المقاطعه تم وقف عرض المسلسلات عرض المسلسلات لكن الان هناك البعض في المنطقه العربيه ان الرد يكون باكثر من الانتاج يعني بالغث والسمين ولكن يبقى مثلا الدوله مثل تونس كذلك تدخل الجبهه ولا زالت تنتج رغم ربما قله الامكانيات مقارنه بالدول الخليجيه والدخول الى المعترك كذلك مرتبط بالاموال لان الدراما صحيح. كذلك طيب. المنتجات يعني يجب تكون عندك امكانيات ماليه حتى تدخل في السوق. اطرح السؤال الاخير على ضيفتنا سالي بن ناصر قلنا بان الدراما تطورت هذه السنه وش نظرتك للفنان ومكانته هل يتطور مع هذه الدراما ترتفع مكانته المنظومه ككل ما محله من الاعراب الفنان يتطور في كل الاحوال الفنان يخدم على نفسه ماذا به يمد الجديد الفنان خصو المسانده لازم تكون مبنيه على الملموس يونا مار دو دونتوندر دي بارول اي دي بروميس il est temps d'exécuter de mettre de réaliser ces promesses الوعود والتسويف خلينا نمشي ونكونوا باش نكملوا كلمه الدراما الجزائريه خلينا ندعموا الفنان ونساندوه حقيقه بالملموس اللي هو قانون فنان اللي بدا نقابه قانون فنان مازال ما بداش لا هو يعني في نقاش عنده اكثر من 40 سنه مازال نتكلموا عليه 40 سنه راها الناس كبرت وتزوجت وجابت ولادها زاد عاود جابت ولاد الى طون ديكزيكوتي داريتي دو واش منع الفنانين باش تكون عندهم نقابه؟ التغييرات اللي راهي تطرأ على بلا ما ندخلوا سياسيا كل مره عندنا وزراء جدد يتبدلوا في 6 اشهر في عام في 7 اشهر في عامين هذا الشيء يصرى من وراه دي بيرتورباسيون او سان دو دو فماشي الوزراء ديال النقابه ماشي الفنانين هما اللي يديروا نقابه بصح استنادا على ماذا؟ استنادا على ماذا؟ يصادق عليه من طرف من؟ فهمتني هذا كامل الوزاره لازم لها كل ما يلحقوا يعاود كل ما يلحقوا يوليو لو فان دي بور راح الوزير الفلاني جاء حاشيه الوزير الفلاني حط لو كونسي تاع الوزير الفلاني وما عدا ذلك خلاص زمن الوعود والكلام الفنان يجب ان يكون ايضا الفنان حاضر على
مستوى السنة بالحركة المسرحية، الحركة الدرامية. الحركة المسرحية ما حبستش والحمد لله، لكن الحركة الدرامية الإنتاجية اللي راهي تسنى حتى رمضان، والخطأ اللي رانا نطيحوا فيه في كل مرة، نستناو لي سبونسور، نستناو القنوات يبدوا درام باش نبداو ويلحق علينا رمضان وحنا نتونيو، وبعد نطيحوا في لو باكلاج ومازال ما كملناش. وافيك لا بريسيون دو ترافاي ضيق الوقت وزيد سلطه الضبط اللي راهي تسنى فيك، وزيد لي تاكوتاك منا ومنا اللي راهم يسناو فيك في القصف الطريق. هي في كل الحالات سالي بن ناصر، نحن هذه السنه أعدنا اكتشاف ممثلة ممتازة هي سالي بن ناصر، نحن نعرف إمكانياتها جيدا قبل هذه السنة، ولكن خريجة المعهد خصوصا في الكوميديا بصح في الدراما 10 على 10 مشاهد مؤثرة مقنعة راقية بمشاعر فياضة وصادقة، فيعطيك الصحة سالي على كل هذه الفرجة رغم المأساوية في القصة. فأتمنى لك كل التوفيق، وما زلنا نشوفه سالي بن ناصر في عدة أعمال أخرى وفي برامج تلفزيونية أيضا إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق كمنشطة برامج. شكرا. فشكرا سالي، وشكرا أيضا لزملائي شركائي في التقديم، يعطيك صحة فيصل. شكرا زين عامر. زين عامر نتيجة الوداد البيضاوي منهزمة ب2-0 وشباب الوزداد 0-0 مازال غدوة نقولوا النتائج إن شاء الله. المهم أنا متأهلين حنايا. نعم متأهلين. أيوا خلي الموسيقى معليش باش نقولوا لهم تهلا خير فيصل. تهلا خير غدا الخلود. لميا شكرا لك، نبيلة يعطيك الصحة، وسليم مرة أخرى شكرا لك. افتح سحوركم، السلام عليكم.